خرج وقصد ديار مصر، ولما طلبه الملك ولم يجده أرسل خلفه جنودا لكن الله ستره عنهم. ولما وصل إلى مصر كان يقول متنكرا من مكان إلى مكان ومن دير إلى آخر، وكان الله يجري على يديه آيات كثيرة. وحدث أن دخل في إحدى المرات متنكرا إلى كنيسة بدير في برية شهيد في زي راهب غريب، ولما وضع الكاهن القربان على المذبح وغطاه بالإبروسفارين، وعند بدء القداس رفع الإبروسفارين فلم يجد قربانة الحمل في الصينية، فاضطرب والتفت إلى المصلين قائلا: إني لا أجد القربانة في الصينية، ولست أدري إن كان هذا من أجل خطيتي أو خطيتكم. فبكى المصلون، وللوقت ظهر ملاك الرب وقال الكاهن: ليس هذا لأجل خطيتك ولا خطية المصلين، بل لأنك رفعت القربان في حضور الآب البطريرك. فقال له الكاهن: وأين هو يا سيدي؟ فأشار إليه الملاك، وكان القديس سيرس واقفا بإحدى زوايا الكنيسة، فأدخلوه إلى الهيكل بكرامة عظيمة، وأمر الكاهن أن يكمل القداس. فلما صعد الكاهن إلى المذبح وجد القربانة في مكانها، فمجدوا الله. وظل بمصر نحو 20 سنة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، أمين. Saints and the holy apostles,
Many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be wise to hear and to act according to your holy gospel through the prayers of your saints. Remember also our Master, all those who have bidden us to remember them in our supplication and the prayers which we offer up unto you, O Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them, for you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the end of us all, and the resurrection of us all. كفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماري مرقس البشير والتلميذ الطاهر بركاته. مزامير ترتيل أبينا داود النبي بركاته علينا أمين. أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي فليسمع الوداع ويفرح. رب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه موجود في بيت، فاجتمع كثيرون حتى لم يعد البيت يسعهم ولا ما قدام الباب. فكان يخاطبهم بالكلمة، فقدموا إليه واحدا مفلوجا يحمله أربعة رجال. وإذ لم يقدروا أن يدخلوا به من أجل الجمع، صعدوا إلى السطح
وكشفوا سقف البيت حيث كان موجودان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلبهم قائلين: لماذا يتكلم هذا هكذا بتكاديف؟ لأن من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحده. فللوقت علم يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وأحمل سريرك وامضي؟ فلكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقولكم، واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل سريره وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا واحدا مثل هذا قط. بسم الله والابن والروح القدس، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد، أمين. احنا في شهر بابا مش كده؟ وشهر بابا يعني كان زمان بيقولونا كده في مصر كده: خش وقفل ايه البوابة، يعني ابتدى البرد، عشان كده الناس ابتدت تيجي متأخرة شوية، الدنيا ابتدت تبقى معتمة شوية، فالناس ابتدت تيجي متأخرة، حتى الشمامسة ابتدوا يجوا متأخرين برضو، يعني أنا عارف طبعا يعني، لكن كله ليه العذر. يعني هو شهر بابا، القرايات اللي فيه موضوعها طول شهر بابا عن المسيح، الله الآب، الضابط الكل، الحنين، الرؤوف، المحب اللي بيعتني بولاده، بيدبر لهم كل أمورهم. عشان كده هنلاقي أحد شهر بابا بالذات هتلاقيها كده بتقدم كده سلطان السيد المسيح الأبوي للبشرية. الحد الأولاني لو النهاردة سلطان السيد المسيح على المرض، جابوا له المفلوج شايلينه، الأول قال له مغفورة لك خطاياك، ما عجبهمش الكلام، فقال لهم: طب قم وأحمل سريرك وامشي. مش ده اللي حصل؟ الحد اللي جاي بيورينا سلطان السيد المسيح الأبوي على الطبيعة، يتقابل مع بطرس صياد السمك ويحوله من صياد للسمك إلى كارز، تائب وكارز. الحد الثالث برضو بيورينا السلطان السيد المسيح الأبوي، وتلاقيه بقى يعني السلطان المرة دي سلطان جبار، لأنه سلطان على الشيطان، على الأرواح النجسة. يجيبوله مجنون وأعمى وأخرس، يطلع منه الروح النجس، ويقول لنا كده الكتاب: حتى أن المجنون صار عاقلا ومبصرا
ومتكلما. كل الأمراض اللي كانت فيه اتشالت لما ايه طرد السيد المسيح بسلطانه الأبوي للبشرية كلها ايه الشيطان أو الروح النجس. الحد الرابع بيكلمنا عن سلطان السيد المسيح الأبوي على الموت. يصادف ميت ابن أرملة تنين الشاب الوحيد، وبعدين السيد المسيح بقوة سلطانه الأبوي يقول له أيها الشاب لك أقول قم، وفعلا يقوم الشاب من الموت ويسلمه إلى أمه. دول الأربع حدود بتوع شهر بابا بيورينا فيهم أباء الكنيسة العظام بترتيب وإرشاد الروح القدس، سلطان السيد المسيح الأبوي قد إيه حنيته، قد إيه محبته، قد إيه اهتمامه بكل أحد. يروح مشوار طويل لغاية السامرية عشان يخلصها ويحولها إلى إيه؟ إلى تائبة وإلى كارزة وإلى شهيدة. يلاقي حزن يحول الحزن إلى فرح، يحول الضيق يحول الضيق إلى فرج. وهو ده السيد المسيح بأبوته وبمحبته، عودنا دايما على كده. السيد المسيح هو بيخدم في منطقة الجليل، اتخذ ليه كفر نحوم كسنتر مركز للخدمة بتاعته، وكان من كفر نحوم ينتقل إلى القرى المحيطة يخدم فيها، وبعد ما يؤدي الخدمة بتاعته يرجع تاني إلى كفر نحوم. المرة دي دخل بيت في كفر نحوم. القديس أغسطينوس بيرجح، مجرد ترجيح يعني ما جاش طبعا في الكتاب، لكن القديس أغسطينوس بيرجح ان البيت ده كان بيت بطرس الرسول. دخل السيد المسيح يرتاح طبعا من عناء الخدمة واللف الكتير في القرى المحيطة، لكن طبعا تفتكروا الناس تسيبه يرتاح؟ لا طبعا، طبعا ما رفضش الناس واستقبلهم، درجة ان البيت اتملى بجمع كثير جدا جوه البيت وبره البيت، وجاءوا ليسمعوا منه كلمة الحياة. خمسة اصحاب كده اصدقاء، واحد فيهم يعني اصيب كده بالشلل الرباعي، مفلوج يعني ايه عنده شلل ايديه بعد عنكم ورجليه ما يقدرش يتحرك، لكن ليه اصحاب حلوين. وما احلى الصداقه لما تبقى صداقه كده، صداقه وفيه وصداقه اصيله. ياما اصحاب كثيرين ممكن يغرقوا الناس، مش كده ولا ايه رايكم؟ ها تلاقي عشان كده يقول لنا الكتاب كده المعاشرات الرديه تفسد الاخلاق الايه الحميده، لما تبقى الواحد اخلاقه كويسه كده ويتقابل على يعني مجموعه اصدقاء مش حلوين كده او اصحاب مش حلوين، انتوا عارفين ممكن يحصل ايه. وعلى راي المثل بيقول لك من جور السعيد ايه يسعد، انتوا ايه نايمين عليكم؟ ايه ايه من جور السعيد ايه، ولا مش عارفين الامثال؟ من جور السعيد ايه يسعد، ومن جور الحداد يقول لك يتكوي بناره. من جور السعيد يسعد ومن جور الحداد يتكوي بناره. الواحد لما بيختار مجموعه من الاصحاب ومجموعه من الاصدقاء يدخلوه في شركه مع ربنا، دي بحاجه كويسه، يرفعوه لفوق.
ويهتموا بيه بحياته. لكن احيانا واحد ايه تلاقي بقى ايه مجموعه الصحبه كده مش حلوه، يا عم ما تيجي نروح نسهر لنا سهره، ما تيجي نروح اتلانتيك سيتي، ما تيجي نروح مش عارف نعمل ايه، ما تيجي نروح فين، ما تيجي نروح فين، والدنيا تتلخبط مش كده. المعاشرات الرضيه تفسد الاخلاق. انا فاكر لما في مره يعني قداسه البابا يعني بعتني ابتدي كنيسه جديده غير الكنيسه اللي كانت موجوده في اتلانتيك سيتي، يعني كنيسه تانية، مجموعه حبايب كده عايزين يعني ايه يعني يبتدوا كنيسه جديده. فوجئت حتى قداسه البابا ايه ساعتها كلفني وانا ما اعرفش رايح فين، قال لي نيوجيرسي، بس انا مش عارف فين حتى في نيوجيرسي يعني. هم حتى وانا بسال قداسه البابا لقيته بيضحك، انا ما اعرفش بيضحك ليه يعني. وبعدين ببص الانبا يؤنس ساعتها فلقيته بيضحك وانا ما اعرفش رايح فين برضه يعني. انا اصل كانوا مسميني قسيس شارع الهرم، ما تستغربوش، شارع الهرم طبعا كلها كازينات برضه زي كده اتلانتيك سيتي، وانا بقى يعني مش في دماغي خالص الموضوع يعني. لسه انا يعني بعد ما سالت قداسة البابا قال لي اسال انبا ديفيد. بعدين ببص الانبا يؤنس بساله قال لي اسال انبا ديفيد، ما البابا قال لك. وبعدين لسه ببص انبا ارميه والثلاثه واقفين كده، فانبا ارميه قبل ما اكلمه قال لي اسال انبا ديفيد خلاص. وعمالين الثلاثه يضحكوا، انا ما اعرفش يضحكوا ليه يعني. قعدت كام يوم ادور فين انا هروح فين مش عارف، وسالت هنا المحبين كل واحد عمال يقول لي حاجه شكل يعني، لغايه لما ايه فوجئت واحد بيتصل بيا من اتلانتيك سيتي بيقول لي احنا قرينا على الانترنت انك انت اللي هتيجي تصلي عندنا قداس بتاع العيد. قلت له انتوا مين وفين؟ انا دايخ عليكم. فعرفت انهم اتلانتيك سيتي. انا كنت اسمع عن اتلانتيك سيتي دي يعني، بس قلت يعني حلو ان الواحد ايه يصلي قداس في اتلانتيك سيتي يعني، كانت حاجه جميله يعني. حتى قالوا لي كده، قال لي الراجل يعني قال لي شوف احنا ما الناس هنا ما مش هتفضى غير يوم الثلاث، لان هو الثلاث اجازتهم، لكن اغلب ايام الاسبوع حتى يعني طبعا الويك اند ده يبقوا مشغولين على طول، لكن هو قداس ثلاث، لكن يعني هنظبط معاك يعني ايه اسبوع الالام والعيد. ماشي. الظريف بقى بعد ما خلصت قداس بتاع ليله العيد، واحد من الحبايب يعني من زملائي زمان في 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 المدرسه وفي الجامعه بيتصل بيا من نيويورك، ده بعد ما خلصت قداس ليله العيد، قلت اشكرك يا يسوع بقى. طبعا السنه دي كانت بالذات السنه اللي كان فيها ايه يعني العيد مع الكاثوليك والارثوذكس مع بعض يعني، فما كانش فيه خرم ابره في كنيسه من الكنايس يعني في اي حته يعني ان حتى يختاروا مكان، فاختاروا لي اوتيل صليت فيه. بعد ما خلصت القداس لقيت واحد بيكلمني، انا لسه في الكنيسه يعني في المكان يعني، واحد اتصل بيا يقول لي كسبت كم المكان النهارده؟ قلت له الله يسامحك احنا في ايه ولا في ايه؟ المهم. فعايز اقول احيانا الصحبه الشريره بتوصل يعني لحاجات مش كويسه، لكن ما فيش شك الاصدقاء الحلوين اللي كانوا مرافقين لهذا المفلوج اللي عنده الشلل الرباعي ده يشيلوه ويحملوه ويجيبوه عشان يقدموه للسيد المسيح بإيمانهم العظيم عشان السيد المسيح يشفيه. طبعا يدوروا يدخلوا مش عارفين يدخلوا. طبعا انت عارفين بيوت القرى زمان يعني كانت بسيطه قوي كده، وبعدين يعني السقف ده اذا كان في سقف يعني تلاقي كده حوش كبير، وفي بقى كده يعني احيانا يحط شويه كده الواح خشب كده محطوطه كده مش اكتر من كده، راحوا طلعوا فوق وراحوا شايلين شويه الواح الخشب ديا زي ما بيقول لنا كده معلمنا مرقص البشير ومتى البشير برضه قال نفس الكلام، وراحوا ايه مدلدلين السرير اللي كان عليه هذا المفلوج. والسيد المسيح في حوار جميل بينه وبين هذا المفلوج بيورينا قد ايه سيد المسيح وحنيته على كل انسان مهما كان هذا الانسان، مهما كانت ضعفاته، مهما كانت خطاياه، مهما كانت شروره، مهما كانت اثامه. اول كلمه
السيد المسيح يقولها لهذا المفلوج اللي حاطينه قدامه. قال له: يا بني، يا بني، رجع له. السيد المسيح رجع له قوته وبقى ابن من ابناء المسيح. قال له: يا بني. السيد المسيح دايما يشجع ولاده، يتكلم مع المرأة السامرية وتستغرب ويتضع ويتنازل ويقول لها، يطلب منها ايه؟ يقول لها: اعطيني لاشرب. هو ده السيد المسيح. علمنا فعلا قد ايه نتضع وقد ايه نتنازل. يا بني، مغفوره لك خطاياك. ما هو يعني يمكن الكلام كتير في الموضوع، ان احيانا كتيره المرض بيبقى بسبب الخطية. عشان كده المفلوج اللي كان بقاله 38 سنة لما السيد المسيح شفاه قال له كلمة مشهورة قوي. انتوا فاكرين الكلمة؟ قال له ايه؟ لا تعد تخطئ، لا تعد تخطئ لألا يكون لك شيء أشر. انتوا بالكوا ازاي؟ فبعض الأمراض بسبب الخطية، وبعض الأمراض بقى نتيجة بقى موروثات مختلفة، نتيجة يعني أمور كتيرة فيها ليها كلام كتير. يا بني، مغفورة لك خطاياك. طبعا السيد المسيح هو كده عمال كده عرف بالروح إن البهوات اللي قاعدين اللي دماغهم مليانة كبرياء وغطرسة، اللي عينيهم كلها نقد والشر في عينيهم، لابسين ثوب الوداعة وثوب التواضع وثوب القداسة، لكن كلهم شر وكلهم خطية. سيد المسيح عرف بالروح الناس دول بيفكروا في ايه. بيقولوا يعني هو فاكر نفسه ايه؟ فاكر نفسه ايه عشان يقول له مغفورة لك خطاياك؟ يقول لك سيد المسيح عارف أفكارهم وعارف التساؤلات بتاعتهم. قال لهم يعني هو ده، يعني أنتوا بتستغربوا إن هو أسهل إن يتقال، أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي. سيد المسيح عايز يقول لهم درس مهم جدا. موضوع شفاء المرضى ده موضوع بسيط قوي، لكن الموضوع الأكبر منه والأعظم منه الأصعب منه هو مغفرة إيه؟ الخطايا. لأن ما حدش يقدر يغفر الخطايا غير مين؟ الله وحده. عشان كده قال لهم كده: أيهما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي. حقيقة موضوع المفلوج ليه كلام كتير وحكايات كتيرة، لكن انا اقول لكم بسرعه، طولت عليكم مش كده؟ عايزين تروحوا ولا هتصلوا معنا القداس؟ هتصلوا القداس. طيب، المفلوج كانوا شايلينه كم واحد؟ 4. قديس اغسطينوس بيقول كده، بيقول الاربعه ممكن يرمزوا للاربع بشاير اللي في الأناجيل بتاعتهم، الأربع بشرين اللي في الأناجيل بتاعتهم قدمونا السيد المسيح. كمان أحد برضو الآباء القديسين بيقول كده، إن الأربعة الأصحاب بتوع المفلوج بيمثلوا الكنيسة كلها. إزاي بيمثلوا الكنيسة كلها؟ قال لك الرتب كهنوتية 3، اللي هي الشماسية والقسيسية والأسقفية. رتب الشماسية دي رتبة، هم طبعا 7 رتب، وبعدين القسيسية اللي هم القس والقمص، وبعدين ايه؟ الأسقفية. قال الرتب الثلاثة دول زائد الشعب كله،
دول بيمثلوا الكنيسة. عشان كده بيقول الأربعة دول، الأربعة اللي حملوا المفلوج عشان يقدموه للسيد المسيح. كنيسة المفروض بيبقى عليها دور كلها تتحد وكلها تتعاون، ما فيهاش كبير ولا صغير، كله زي بعضه، كل الكنيسة تتحد وكل الكنيسة تتعاون علشان ايه؟ من اجل خلاص كل نفس، من اجل انها ترجع البسمة لانسان تعبان، منها تهتم بالمريض وتهتم بالمحتاج وتهتم بالحزين وتهتم بالخاطي وتهتم بكل احد، زي ما بيقول الدسكولية، لتخلصه. عشان كده كنيسة عليها دور كبير قوي قوي في حياة المؤمنين. كلام كتير قوي في موضوع المفلوج، لكن انا عايز اقول لكم ان صحيح سيد المسيح لما شفى المفلوج وقال له قم واحمل سريرك وامشي، مش يعني احنا كتير كده نبقى عارفين انه السيد المسيح شفى المفلوج بايمان مين؟ الاربع اصحاب، مش كده؟ لكن كل اباء الكنيسه يقولوا لنا كمان لا، مش بايمان الاربع اصحاب بس، وكمان ايضا بايمان المريض المفلوج نفسه. السيد المسيح شفى لان مجرد ما قال له يا بني، رجع له ايمانه ورجع له علاقته القويه وبنويته للاب والابن والروح القدس. ربنا يدينا نعمه وبركه ان فعلا احنا محتاجين كلنا كاسر وكاهالي ان فعلا فعلا نهتم باولادنا، نهتم ببيوتنا. وكل يعني انا عايز اقول ايه، ان الاربع اصحاب دول برضو هنقول بيمثلوا كل اب وكل ام في البيت بتهتم باسرتها، يهتم باولادهم، يجيبهم للكنيسه. الأب لما يهتم بالأسرة كلها ويجيبها للكنيسة عشان تلتقي مع المسيح، كل أم تهتم بولادها وبزوجها عشان يلتقوا بالمسيح ويختبروا حلاوة المسيح ويتعايشوا مع الرب يسوع من خلال الكنيسة، هو ده المطلوب. عشان كتير قوي من أباء الكنيسة قالوا كده، إن الأربعة الأصحاب اللي حملوا هذا المفلوج وقدموه للسيد المسيح يعني ممكن يكونوا بيمثلوا كل راعي في الأسرة، كل أب في الأسرة وكل أم في الأسرة، عليهم مسؤولية من ناحية كل أفراد الأسرة بلا استثناء. ربنا يدينا نعمة وبركة إن احنا فعلا نسعى من أجل خلاص نفوسنا ومن أجل أبديتنا، وزي ما نزلوا المفلوج نزلوه، ودي بترمز لحتة الاتضاع بقى اللي المفروض ان احنا نسلك فيها فعلا ونتعايش باتضاع وبتنازل وننصحك، وكل واحد يعتبر نفسه كده، بلاش كل واحد كده يقعد يفتخر بنفسه وحس كده ان هو احسن واحد في الدنيا وهو اللي بيفهم في كل حاجة ومحدش بيفهم غيره ومحدش بيعرف غيره. شوفوا معلمنا بولس الرسول يقول ايه، اختار الله مين؟ جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، واختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، واختار فقراء العالم ليخزي بهم الأغنياء. عشان كده صدقوني، وعايزك عشان كده أقول لك على حاجة، أنا فاكر قدس البابا شنودة في كتاب انطلاق الروح أما كتب تأمل في الجزء ده بالذات يقول إيه، مش معنى كده أن ربنا لما اختار بس الجهلاء واختار بس الفقراء واختار بس الضعفة عشان يخدموا، لا، ده اختار يعني حكماء، لكن لما لغايه لما ايه، امتى ياخدهم؟ لما يحسوا كده انهم ايه، ولا حاجه قدام حكمه ربنا. يعني هم اختار مثلا واحد زي موسى النبي، ما اختاروش وهو ايه فوق ايه، يعني فرحان قوي وبيتباهى انه ايه تربى وإيه في قصر فرعون وتأدب بكل حكمة المصريين، لا، لأنه فشل. لكن اختاروا إمتى؟ لما موسى النبي قال
لما ربنا قال له تعالى قال له لست صاحب كلام، ده انت من 40 سنة كنت بتقول ان انت يعني هتفجر الدنيا كلها وتخلص شعب بني اسرائيل عشان اتكالك على قوتك، اتكالك على حكمتك. لكن قال له ايه؟ قال لست انا صاحب كلام لا من امس ولا من اول امس ولا حين كلمت عبدك. اختار دايما كده اغنياء جدا جدا لكن يحس ان هم ايه؟ ولا شيء قدام غنى ربنا. واختاروا دعاء، اختار اقوياء جدا لكن ايه؟ لازم يشعروا انهم فعلا ضعفاء وفقراء وجهلاء امام ربنا يسوع المسيح. ربنا يدينا نعمة وبركة فعلا احنا نتنازل ونتضع، وعلشان فعلا يكون لينا خلاص ولينا شركة مع ربنا يسوع المسيح الذي له المجد دائم إلى الأبد. أمين. أغنية خن أمف ميهني أهوى بنت باي إيها أوبي أوي بي أوي خطا بفرهني من ربتي أنت بي أخريسوس أري برس فين ريا غون اوتن شويسن نبتيرن تي ثيوتو قس ماريات ما بن بنسو تيرن تذكانن نوبين آنيفون تو بهيمم شويس ريا غون او بي ثيوري مسربان جنسيس Marcos pi aposto lo sentefkanen novi nane volto beheme choise reye goni eth o abente pai eho pi owei pi owei kata peferan entefkanen Novi na nevon jefes maroten jef yotem evshiri nem piep neva ma etho oem tetereyas etchike vonten oshte mosten tione Sofeo febros, come Kyrie eleison, Kyrie eleison, anoum esmi. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن عظيم الهرجة وصلب عنا على بلاص البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الممحي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. وننتظر أموات وحياة دار آتية
شليل بروسف كيسا سيتي إير نبا أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الآبد الذات والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب الذي من أجل الصلاح وأحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا رئيس ملائكة ولا رئيس آبائين ولا نبيا ائتمنتهم على خلاص بل أنت بغير استحالة تجسدت وتآنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها وصرت لنا وسيطا لدى الآب والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها وأصلحت الأرضين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير بالجسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أتركوا لكم هذا أيضا الآن أنعم به لنا يا سيدنا
وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدات ومن تذكار الشر الملبس الموت. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انطراح في الحكم من موهبتك الغير المائتة السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت هو الرازق ومعطي جميع الخير. أقبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت. شفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك صالح وروح القدس لأنك قمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة تام. And right, truly indeed is meet and right. O you, the being master, Lord, the God of truth, being before the age and reigning forever, who dwell in the highest and look upon the lowly, who have created the heaven, the earth, the sea, and all that is therein. The Father of our Lord, the God and the Savior,
Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who sits upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy power. Who are seated, stand before whom stand the angels, the archangels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominion, and the power. Look towards it. You are here around whom stand the cherubim full of eyes and the seraphim with six wings, praising continuously without ceasing, saying, let us attend the cherubim worship you, and the seraphim glorify you, proclaiming and saying, holy, holy, holy Lord of hosts, heaven and earth are full of your holy glory. Created us and placed us in the paradise of joy when we disobeyed your commandment by the deception of the serpent. We fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end, but have always with us through your holy prophets. And in the last days you manifest yourself to us who are sitting in darkness and the shadow of death. Through your only God, Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. Amen. Was incarnate and became man and taught us the ways of salvation. He grant us the best from on high through it and the Spirit. He made us unto himself and assembled people and sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own who are in the world and gave himself up for our salvation unto this which reigned over us, whereby we were bound and sold on account of our sin. He descended into Hades through the cross. Amen. I believe.
قام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله. رحمتك يا رب وليس كفاطا يا أنا وضع لنا هذا السر العظيم الذي لطاقه لأنه في مراسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. He took bread into his holy hands which are without spot or blemish, blessed and life-giving. We believe that this is true. Amen. He looked up towards heaven to you, God, who are his father and the master of everyone, and when he had given thanks, he blessed it. Sanctified Amen. We believe, we confess, and we glorify. He and gave it to his own holy substance, saying, take it with all of you, for this my body, which is broken for you and for many, to be given for the remission of sins, is doing remembrance of me. This is true. كذا الكاس أيضا بعد العشاء مزجاها من خمر وماء وشكرا آمين وبركها آمين وقدسها وأيضا نؤمن ونعترف ونماجد. هي تستيد. And he gave it us to his own holy substance, he was saying, take drink of it all of you, for this my blood, which of the new covenant, which is shed for you and for many, to be given for the remission of sins, is doing remembrance of me. This is also true.
the time you eat of this bread and the drink of this cup, you proclaim my death, confess my resurrection, and remember me till I come. Amen, amen, amen. Your death, O Lord, we do preach. Your holy resurrection and ascension we confess. We praise you, we bless you, we thank you, O Lord, and we supplicate you, O our As you also commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, his ascension into the heaven, he is sitting at your right hand, O Father, and his second coming from the heavens, O Son of glory, we offer unto your guests from us yours for everything concerning everything and in every thing. Worship God in fear and trembling. We praise you, we bless you, we serve you, we worship you. Let us attend. Amen. And this bread he makes into his holy body. I believe. Amen. And this cup also, the precious blood of the new covenant. How can I believe? Amen. يعطي لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. Make us all worthy our master to partake of your holies unto the purification of our souls, our bodies, and our spirits, that we may become one body and one spirit, and may have a share and an inheritance with all the saints who have pleased you since the beginning. Remember, O Lord, the peace of your one only holy Catholic and apostolic church. For the peace of the one holy Catholic and Apostolic Orthodox Church of God. Lord, have mercy. هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لم يسكها فصل بسلام كل أسأل الذين فيها for most member, O Lord, our blessed and honored father, the archbishop, our patriarch, Ava Tadros the second. صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنبا تادروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. Lord have mercy. والذين يفصلون ما كان المحق بالسكم بعلى كنزهم قد زرونا قطيعك بالسلام
Remember, O Lord, the Orthodox Sigmund's priests and deacons. Pray for the Himmigans, priests, deacons, subdeacons, and the seven orders of the Church of God. Lord, have mercy. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الضابط Remember all the salvation of your place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the safety of Lord in this city of ours and all cities, districts, is lands, and monasteries. Lord, have mercy. وساكنين فيها بإيمان الله. Graciously accord, O Lord, to bless the earth of heaven, the fruits of the earth, the water of the river, the seas, the herbs, and the plants of the field this year. Pray for the air of the heavens, the fruits of the earth, the rising of the waters of the rivers, the seeds, the herbs, and the plants of the field, that Christ our God may bless them. Have compassion on his creation, which his hands has made, and forgive us our sins. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Raise them to their measure according to grace. Give joy to the face of the earth. May this be abandoned, and these fruits be plentiful. Prepare it for sowing and harvesting. Manage our lives as deemed fit. Place the crown of the year with your goodness for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveler, the stranger, and for the sake of all of us who entreat you and seek your holy name. For the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذا كنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. Remember, O Lord, those who have brought unto these gifts, those on whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought, give them all the heavenly reward. Pray for these holy and precious gifts, our sacrifices, and those who have brought them. Lord, have mercy. Ebedeb shai sa sa ne ben te bek mono geni sin shir ethren erit bie beri ebe ben ten etho aven tak. Eri katak sin em shoy sin tek erem me ben etho av tiro. Et avran ek ez jen ben en yot etho av. Ni patriarchis, ni provetis, ni apostolos, ni refioish. Ni evangelistis, ni martiros, ni homologetis. نم ابن ومان ابن نثمي طبقو كيف الخين افنا آتي
in who this is of it's men oh et embarsen o sensioni bin this autokosis of the agia maria zeta zakmnot belogos khin ome اسمي والقديس يوحنا السابق سوى شيء وقديس ونوس رئيس شمس والشهداء وناظر الإله الإنجيلي ماركوس الرسول الطير والشهيد والبطريرك القديس سويرس معلمنا ديسكوروس والقديس نفس الرسول والقديس بطرس كان شهيد كان والقديس يوحنا ذبي الفم والقديس هوس والقديس هوس والقديس مس والقديس كريلوس والقديس بسيلوس والقديس رسناك بالهيات قديس ورسان العجائب والقديس روريوس الأرمني والثلاثمائة عشر الذين اجتمعوا بنكيا والمائة والخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة بقارات قدسين جميع أولادهم بأس الصليب أبانا منسكموس أبانا أنببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح كل مصاف قدسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. Let those who read recite the names of our holy fathers, the patriarchs who have fallen asleep. O Lord, repose their souls and forgive us our sins. Barakat homot mokha desa afanta homana. Amen.